من الثنين للجمعة من الخمسة للسبعة، هذا البرنامج اللي يثقف يفرهد وينسيك تعب النهار مع سيمي بن نور ولي كرونيكور اللي ديما في فورما. هذه راسين كاري، مرحبا بكم مستمعينا، هذه راسين كاري. كل يوم راسين كاري جديدة على EFM من 5 ل 7 متاع العشية مع سامي بن نور. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية وين ما كنتوا. نحييكم مستمعينا، هذه حلقة جديدة من راسين كاري حتى السبع معاكم كالعادة، جروب جديد متجدد تسمعونا تشوفونا على FM TV. مرحبا بكم وبملاحظاتكم ونقدكم، برشا مساجات وصلنا فيما يخص أسئلتنا فيما يخص معلوماتنا، هذه حاجة تسعدنا وسورتو نقدكم يسعدنا وتفاعلكم كذلك. برشا ناس يكتبونا من جميع أنحاء الجمهورية وكذلك من خارج تونس حتى بالديكالاج أورير، فالناس تكتب لنا وتقول لنا راو نسمع ونستمتع براسين كاري، فما شكون يسمع توا الخمسة للسبعة، فما شكون في الغديف، هذه حاجة هايلة. نرافقوا الناس في الخدمة، خارجين من الخدمة ماشي لقضياتهم وين ما تكونوا، إن شاء الله تكونوا بصحة ديما وعافية. يلا نبدأ نحييهم، ترجع لنا فرح برجب. كيكة في راسين كاري الجروب يتبدل يتجدد، إن شاء الله أمسية محليها نعديها معاكم مع كل اللي اختاروا اليوم زيدا يسمعونا في راسين كاري ووكها فرح عندها روبة مزيانة اليوم. نحاول على روحي مرسي ما يسميها مشروع هو بيسالك حاجة بيه يا صديق، ليش خروبة جديدة عندي حاجة جديدة موليه مو فيل بيه الحوت ومن بقته ولا يستغرب هي بنت شط والطقس المفضل ليك الفصل المفضل ليك هو الصيف. سعيد وسعيد غدوة أكثر حتى قلنا تخلط 42 الله الله يلا يرجع لنا غازي عايدي بقى بيتنا بيتنا الحمد لله. البنات محلاكم، عندي بس احسن شيء مش بق البيت يا غازي، وحشتك ليك وحشه. اي عندي بس مالكم بينا وعجلي بينا والصوره كيف كيف فيك على انستغرام عبد روحك صوره رجلين تعشى بالدار بحداك برشا مرات في الصيف على راسي وعيني ربي يفضلك. تحيه للناس يسمعوا فينا، نقول لهم ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه وان شاء الله ديما فرحانين وان شاء الله بلادنا في خير يا رب. غازي نذكرك اللي عاد ستار في الصيف ما عندوش عشاء، راهو عنده بطيخ ودلع بعد الفطور خفيف وقايله اما ما فماش عشاء. فما حاجه اخرى فما عشاء عشاء لا فما حاجه انا فقت بها ياكلوها الاتراك برشا اللي هما بطبيعه الحال فاميلتو اللي هي الدلاع والخبز التركي. حاجه يفطروا بها ويتعشوا بها وحاجه تعمل 66 كيلو. هي الكومبينيزون بتاع الدلاع والخبز يفول يفول 100. يلا رقم ثلاثة ترجع لنا شكرا رما. ديما ديما مرحبا بكم، ميس ريت فرحانه بغازي خاطر برشا ما فتوش فروحها محليك وتوت خمسه وخميس عيشك خوته وخبزه وقرنه وزينه عيشك شكرا صورة ديما نبدا فرحانه كي نشوفوا دونك. وانت زاد سيدي سامي وي كي تفكرتني انت حاجه باهي هكا دونك عسلامة الناس اللي يشوفوا فينا ويسمعوا فينا وسيسوا رواحكم في السخانه الدنيا بس بغي سخونه برشا اي وي وي 40 اليوم كي يبدا عندك كليماتيزور كي يبدا ما عندوش كليماتيزور وتفكيرنا يذهب للناس اللي هي مضطره انها تخدم في السخانه ذي في الشارع ربي يعاونهم وي مروحتها اي عبد الستار لا ما عبد الستار هذيك قبل الاحتباس الحراري تو ما عادش تنفع عبد الستار بدل ما عندوش مشكله هو يبرد ولا فايده يبرد الزرابي يبرد الزرابي سختو بعد ما يشمسهم. رقم اربعه عبد الستار عمامو مسيكم بالجزيرة فرحان بالحق اللي موجودين مع بعضنا اليوم سورتو كو شكرا كمان احنا تقبلنا قبلنا على جمعة التالي أما مع فرحنا برشا مع غازي عبوب غازي بهيسك اللي رجع مزاعة أنا قلت لك في الانستغرام أنا تبع فيه أنا كنت خايف لأجي يكلم فينا بوليا عندي قدام ما سافرتش راه صح عندي قدام على الأقل صحة وفرح فرحاني يلا قبل ما نبدأ وهذه إيناس فيها انفو ترافيك. مرحبا بك إيناس. مرحبا سامي. مرحبا بكم مستمعينا. يلا نبداو سؤالنا الأول، علاش زعما كي نمشيو نقضيو باش نشريو حاجه معينه من سوبر مارشي
لازمنا بعد نشري وتجينا افكار نتاع حاجه اخرى وحاجه اخرى وحاجه اخرى. في غرف مثلا تروح بشهر يوم اللي فوالا شنو هذا؟ لاتراكسيون نتاع كيفاش لي برودوي يعملوهم امبلاج يجذبنا وكل يلعبوا على السيكولوجي نتاعنا لابس تاكيوب. ما نعرفش ما كنت هو لونغومون فيغ فما تفسير تفسير علمي تفسير شكرا قالت شويه فرح قال شويه لامبلاسمون تاع لي برودوي وي سي سا اكزاكتومون اي با هذه هي انه الطريقه نتاع عرض المنتوجات رائحه المكان الموسيقى كل شيء احنا سكون ابل في الماركتينغ قرينا من في لي تيم تاع الماركتينغ تلقى لو ماركتينغ سونور اللي هو ولا الماركتينغ فيزيوال كيف كيف اللي هما الحاجات اللي يأثروا عليك سواء بالرؤية أو بالشم أو بالسمع من غير ما تشعر. وي مجلة ساينس دايركت عملت دراسة تأكد أنه بعد 25 دقيقة وانت في سوبر مارشي تولي تقضي بالعاطفة أكثر دونك الاقتناع بالمنتوجات أسهل برشا يولي خاصة في المدخل السوبر مارشي وين يحطوا منتوجات مثلا كما أنواع الشوكولاتة ولا الفيانوازري والخبز وغيره دونك الريحه تنجم ترتحك خاطر وتعودك بالمكان ويخليك تشري منتوجات انت من غير ما تحس بها وانت في غنى عنها وكي دخلت من الباب ما كانش في بالك انك تشري. يعملوها اصحاب السوبر مارشي دونك فما طول معين كذلك بالنسبه للليتالاج متر و67 لبيع المنتوجات الخاصه او الغير مباعه برشا برشا يخلي الحريف يشري منها خاطر مقابل النظر نتاعو طول. عند الصغار يحطوا الحلويات والالعاب في اسفل الرف ولا بحذا الكاسه لانه الصغار هو البو ولا الام باش يخلص ويجيب لك فما حرج انك ما تقبلش منه وكذلك تقول يلا ما مش مشكله يا شيخ طب ليه الشوكولاته ولا حاجه دونك بشيد بالانتباه نتاع الصغار فينالمون تلقى لي جادجيت وكالشوكولاته اللي فيها مثلا حاجات العاب نتاع الصغار تو سا سي ايتوديي. اليوم زاد فما ماركت تشري معناها تدفع اكثر فلوس بالنسبه للزيسباس نتاع منتج معين مثلا فما اربع ولا خمسه منتوجات هو يحب يكون هو في الصداره دونك يدفع اكثر للسوبر مارشي. فما حاجه نتفكرها تو عند السنوات تقريبا اكثر من 30 سنه ريتها في تلزا ايطاليا وقت هي في دراسه في موندو دي كوارك كيفاش انه في بعض الشان التلفزيون في الكوره في الباسكت في امريكا يجيو هو كانه قطع معنى كلمه مش معاني يعديك اون سكوند مشروب هو في وسط اللاحق كأنه صار انقطاع انت بيدك هي اولى اللي تكنيك المستعمله راهو في السينما كان انت مش عامل معناها ما تفيقش بها في البوبليسيتي معناها كوم سي اون ايماج هكا تعدات فورتويت هكا يوفى الماتش معناها كي يجي الميتون لابد الكل تقوم لك المشروب هذاك انكونسيامون مشروب غاز مشروب غاز لا ولا خاطيني معناها من غير ما يخموا وهما خاطر في داخل في مخه راه التصوير على غرادة معناها على ذكر المشروب البارح دخلت الفضاء التجاري كبير باش نشري ماء ستيكا ماء هذاك اللي مانيش باش نشري دخلت شريت والماء شريته من العطار بحث الدار قل عليا وانا مش عامله حسابي ساكيت وكل حبيت ان نفكر بحاجه ابار الماركتينغ هو فما شكون كنا نغزو له مهبط فيديو يقول لك ما تمشيش تشري حاجه وانت مثلا جائع باش نقول لانك خاطر اذا كان تمشي تشري وانت جيعان راه ياثر عليك وتشري معناها بدل الوحده ما حاجه تشريها في وديس معناها تاب فريمون نصايح باهيه. انا سوفون يعني نمشي كيما فرح يعني تمشي بتشري حاجه تلقى روحك تشري ساعات 80% الحاجات اللي تحتاجهم ملي ما في باليش باش نشريهم وقتها هما يجيبوا لك الفكره باش تشري حاجه مي فما دونك شوالي نعمل استوس يزل نمشي بليستا اوكي ليست تتقيد بها لا لكن فما حاجه زاده بتتر بوزيتيف في الحكايه انك تشري من سوبر مارشي انك
تتذكر حاجات. هم يذكروك. اي يذكروك بحاجات مثلا انك تمشي حاجه تتذكر حاجه ديك تكسرت لك ولا ما عندك شاكره فكرتني بحاجه بس سيفري لي زوروبيان ترى وقت اللي بديش اللي كنت نخرج نقضي في يعني في مثل برا كي نخرج نقام شادين ورقه وسيلول ورا الراجل مع بعضهم يبداو يشطبوا الحاجه اللي شراوها معناها فما نظام كمان احنا غالب العين نتشتها وحاجات لقاها تقول لك ليه عندنا موجوده الواد نعاود نشوفها اي صحيح باكونت سامي انت قلت ليتالاج وكل شيء انا مثلا في السوبر مارشي بوتيت على ليميت بلي لي سوبر مارشي كيبدا السلعه انورم تربك انت عندك الحق كي نغزلها هكاك ترجع نراها برشا تسك هي فاق جديدة راي بديت منذ السبعينات في الولايات المتحدة وبعد خلطت عليها فرنسا نذكر أنه في 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 فرنسا قبل مثلا أنه فما يبي أدي مثلا اللي هي ماركة مثلا مش تشري سودا ماهيش ماركة معروفة تعطيك ماركات أخرى لكن أرخص مثلا مش تشري بسكويت تحبه أنت فما كيفو لكن حاجة أخرى هو أول ما نبدأ أنه يحط كراف أنه من غير ما هوش إتلاج منظم يعني أنا مش أحكي لكم يعني الطرفة هاي أول ما بديت حل الماركة السوبر مارشي الكبير ما نقولوش اسمه أي أول طبعًا ما تحل في تونس مشيت وقتها الناس كلها باش تنزل مشيت جاني الفيرتيز جو تاسور يعني سا ما باغو تري تري غران وبرشا عباد برشا عباد شنو هذا شنو هذا دونك دوكو القضية من العطار مش خايبة وي نذكر أنه كيب شمس عليك عملت وقتها ريبورتاج على لي بير مارشي اللي باش يحل عادانو في انترفيو وتمرا هكا ان سيرتان اج الا قال لها علاش دا الصاف باش تدخل قالت له نخاف المعرض يوفى قالت له قال واش باش يوفى باش يقعد يلا انا هي الامبراطوريه اللي كانت تخلص الجنود نتاعها ملح من الملح اعطيني بحق الملح ديما برشا لا اليونانيه يقول المؤرخين أن تاريخ استخدام الملح بدأ في 6050 قبل الميلاد وين استخدم قدماء المصريين الملح باش يحنطوا ويحافظوا على الموميا وكان الملح زاد واحد من أشكال العملة في العصور القديمة مقايدة يعني لا قبل الإيكونومية في الإيكونومية دتخوك مقايدة هما الرومان الإمبراطورية الرومانية كانت أجور الجنود الرومان القدماء تدفع بأكياس الملح مش خايب واحد كان يتسالوا فلوس يخلص الملح الملح كان عنده قيمة كبيرة مشكلة ولا يعطي الكروية لا الكروية ذولي اللي عنا احنا هيا عندك عندك كميونة كروية باش توصلك قريب شكرا مشكلة هكا حتى اليونانيين القدماء كانوا يشريوا العبيد والملح ووصلوا حتى الامبراطوريات البريطانية والفرنسية والصينية من بعد معناها بدعم عمليات العسكرية من خلال فرض ضرائب على تجارة الملح خاطر الملح ستيون مأسي بس فغي المونيغار مشكلة نتاعه الملح أصله ماء ايه ماء بخر ولا تكلس ولا كالسيفي به اون فوا جي لوميديتي يرجع ماء C'est pour ça que كان في مثلا في الجنوب افسر مش على خاطر كانوا يصبروا فيه حاجات وكان يصبروا فيه هو اغزه مثلا كان المنصور علاش السلطان السعد في المغرب منصور الذهبي يتسمى خاطر فهم اللعبه المغرب فيها برشا ملح كان يبعث الملح للجنوب جنوب المغرب مع السنغال تاعو بلاد السودان اللي تروكي كونتر دولار يعطيهم الملح علاش على خاطر يخلط يعطوا معناها يتعداو البارتين تاع الصحراء تولي لوميديتي كبيره راهو جماعه لي بي سود ساريان ما عرفوا الملح كي ولا فما البلاستيك سكر عليه البلاستيك سينو يحطوه في حاجات باللار وشنو يخلط لوميديتي وبعد من كونتيتي هكا يخلط هكا على يقيضوه بالذهب بالتبر وذاك علاش المنصور الذهبي كان اسمه الذهبي لانه تلمو ولا عنده ذهب في التبر في المغرب اللي استغنى بصفه غريبه جاي من الملح وعوده لسؤالك سيدي سامي علاش نقولوا سالير سي باللاتان سالاريوم لا راسيون دو سير خاطر ذيك نكافئوا بها الجنود وقت ولا وي طبعا وي يلا نبداو الاسئله السريعه دو زيكيب شكون غازي وعبستار وشاكره وفرح طبعا هلا دونك فريق ذي الفراشات ولا الاسماك فراشات الحوت الحوت علينا اليوم فريق الحوتات وفريق فريق صيادة القروش القروش يلا
شكون كتب وبعد غنينا سيد ريم شوية يا سيد يا أحليه شكون كتب 100 سنة من العزلة ماركيز وي جابرييل غارسيا ماركيز هيلا 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 خايبو جور في هلا ماركيز مش بلية بتاع برشلون قديش من رئيس تداول على كرسي رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية منذ تأسيسها سنة 1949 ما مش ياسر خاطر يقعد برشا رئيس سبعة لا أقل ثلاثة خمسة في تيتر ولا ثلاثة 12 رئيس قديش من لون العين البشرية نجم تميزهم قدرة العين أنا تميز الألوان نتاع قوس قزح زعما نفس الألوان عشرات كما برشا الوان لا 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 حدود الألوان كله معناها يعني ألاف أعطيني وحدة ألاف ألاف ملايين يا سيدي مش ألاف ملايين خضر بالعين راهو بالملي 10 ملايين لون واحد وزعما كان 10 مليون وواحد ما عادش تشوفوا العين هذيك 10 ملايين لا قال وحده هو قلنا ملايين اللي هو قال 10 ملايين زيدك من شعر بيت 1994 في رمضان عنا تقاليد منذ سنوات وسنوات انه المشاهدين يتفرجوا على مسلسلات تونسيه واحد منهم 94 بطولة سونيا المدب حسن خالصي ناس حكاية شو اسمه ذيك سونيا المدب حسن خالصي ذيك اللي هي بعد مسكينة ولات كان أمواج برافو شكرا يا ان دوزيام بارتي أمواج شكون غنى الجينيريك هذه نقطة مازالت نقطة لا الغضاب حاجة كنا هكا ليه أمواج صبر بيه وي عبد ستار أمواج قديم برشا قديم 94 مش غريب موجود الزمن ينكر مش غريب الصديق ينجر مش غريب الجميل ينكر مش غريب مش غريب لا لا صوته 94 تمام قديم شوية به نقطة الشكر ونقطة لعب ستار وذي كيما الناس كل عندهم بلس 10 كيما جاك مارتان ما تبدل شيء تنجم فهمت ما تبدل شيء اون كيستيون سور دو بوين هي جاوبت نص اي داكور انا تاخذ كيف انت كينا ما عملناش سؤال هذا مانيش موافقك مي بون لا فهمت ولا ليش لا نقول صراحه كي بدا سؤال انت بشكون باش يربح في الاخر واحد واحد دونك فينالمون كاين وهذا ما تلعبش كم يوجد من رقم 9 بين 0 و 100 ثلاثة هاي فرح لا بتعلي الدخين فما تقريبا جي 12 12 شكرا 9 39 شو لون الشمس أبيض فرح أنا هي أكبر بلاد في أمريكا الجنوبية من حيث المساحة برازيل عبساتار كل قدش من عام تصير الانتخابات التشريعية في تونس كل أربع سنين فرح خمسة شو اللون اللي ما ينجمش النحل يشوفه مش الأزرق الأصفر لكحل الأحمر مرة والله مرة حكينا لي سبري ما لتو النحل ما تشوفش فرح تشوف نحن كل كم فرح أنا هو الرقم الوحيد اللي ما عندوش مرادف روماني صفر وي هو الصفر صفر بعد الروح شنو يعني اسم بلاريجا في جندوبه بلريجيون بلريجيون لا بلريجيون جهه بلاريجا لا ريجيون مزيان ايوه لا لا مولتو بيلا بيلا زيدو فكروا بلاريجا بلاريجا هاي بيلا فيها اي لكن نسبه الحاجه خصوبه للطير لا خصوبه الخضار الخضار الخضر الجميلة الأرض الجميلة فسمى البلارجيا ارتفاعها كما قررت لا هي مستوى هي بلارجيا بلين اي لا ما هيش مطفح مسطحة سطحة لا الإجابة الصحيحة الملوكية خاطر كانت عاصمة الملك النوميدي ماسينيسا أنا أشوف القدر اللي كان فيها برافو أم العرايس تتبع ولاية قفصة قفصة غازي وي سؤال يقول القرضاب هي قرية في المغرب
تونس وين؟ تونس. في تونس سيدي بوزيد جنوب. وي في الجنوب. تطاوين. تطاوين عبد الستار كرذاب هكا والله جميل. لا لا نعرفها. انا مشكلتي في الجنوب ان فما تقسيم مثلا قبل لي اتفاق ما منعش شنو القرى اللي تابعين. يا خاطري يبدو مخلطين. قداش ما من ساعة في 72 في 72 ساعة شو الاسم القديم للقاعدة العسكرية مفتاح سعد الله؟ هذه نعرفها فرجمال. وي فرجمال هي في الأصل قصر هذه في بسعدون. بسعدون قصر من قصور الأمراء الحفصيين. هو 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 نزهة القراص الطابية ثم أما القصر هذاك هو قصر صالح بي عم المشير احمد بشير اللي في العمران هذيك القزر هذاك قصر صالح بي عم حط فيه كعمل عمل الباتايون تاع الطبجيه بطايون الطبجيه اللي تيغاير اعطاهم القصر هذاك تاع عمو اللي هو ما عندوش وريث صالح بي هذا اعطى القصر ومش حطوا فيه الباتايون كي جا الفرنسيس باعتباره منطقه عسكريه خذاوها وجينيرال دو فورجمال وقاعد من قوات الاحتلال استوطن غاديكا فولات المنطقه اسمها فورجوا كيما مون فلوري مون فلوري سي با لو مون فلوري تكتب ام او ان ما فهمتش صحيح جينيرال دو مون فلوري اسم جينيرال مون يعني الارتفاع الارتفاع لا ام او ان مش بدي مش بدي ام او ان alors مون فلوري اسمه بالكامل مون فلوري مون فلوري سي لو جينيرال مون دو مون فلوري اللي هو من قوات الاحتلال ما تبدلش اسمها قاعده تيبي انا كوم نسكن في مون فلوري في اوقات الفراغ دونك عندي صديق يقول اختي اش ماشي لتون فلوري انا عندي ذكريات لانه قريت في العلويه دونك مون فلوري سي بحذاه بحذاه بون ابار انه كان فما برشا بنات مزيانات يقراو في الليسي اللي هو اللوطه تسمع سنه تسمع لا اما ابار سا لونهجه كنت ما تنجمش تفرقها على منطقه راقيه دواحي العاصمه وي طبعا وين سكنوا الفرنسيس الكل تلقاها منطقه راقيه هما دلوا رواحهم سي سامي كان فما باتيسري اسمه مدلل اي هما دلوا رواحهم خذاو ساعه في مقرين مثلا مقرين في جبل البارتي اللي فيها جبل تلقى الكياسات كلهم كاينك في فرنسا اكل الجنينه الكبيره اللي بالسور الظريف ومون فلوريز كيف بلفيو كيف كيف بلايس كل مون فلوري نوتر دام عمران اللي عمران فرانسفيل فرانسفيل صحيح محيط مدينة تونس المرتفعات نتاعها كلهم هذوما ديماش كولونيال كلهم غاز سي دي فيل كولونيال اما سؤال توا بيسك غاز يقول دلوا رواحهم المناطق قعدت هي وطبيعتها هي علاش ما عادش في نفس القيمة اللي كانت وقتها اذا عربت خربت ما عناش الثقافة ذي لا سامحني توا مثلا كي اللي سماهم مع عبد الستار قعدوا مناطق باهية باهية ما كيقول لك انا كيقول لك انا اما لونتروتيان لونتروتيان خدامو هو اوتوماتيكمون خدامو البلايص اللي قعدت بالمجد في النيفو عالي نوتردام اي نوتردام الفالور كبيرة نتاعها سني بلو لوكا بيان سور ولو صح سامحني لا مقرين سي مقرين قاعده مازال فيها اما شنو المشكله احنا لان هما يبنيو دار صغيره تحفونه بالقرمود وجنينه صاله زوج ولا ثلاثه بيوت وخاصه كان لازم احنا بنيو 100000 متر مربع نحيو القرمود ونبنيو الطاق الاول والطاق الثاني والطاق الرابع على الاولاد الهوايه ديما نخمو ثم وجنينه مفقوده ماذا بينا نحيوها وكراج كي حنوت حجامه قدام البانيه شوف الكولتور هاي بالحق احنا في مثلا ميتيل فيل فزت فيهاش في العطاره اللي ولات فيها والحوانت اللي ولات فما اللوطه الناس كل حال الحوانت استغلوا تجاريا ولا معناها هذه عندها تقريبا يجي 20 سنه الحكايه عقليه يلا انا هو المنتخب الوحيد اللي ما غاب على حتى كاس عالم انجلترا برازيل ما زلنا في الاسئله سريعه اي بلا شنو قلقت ليه اسمع بالله على خاطر انس زدنا شويه سؤالات على خاطر انس الشكره هي زاده في بيرسوناج انا وياها يعني فما مشدات فما ان جو عندي مشكله مع الكرسي مالا به شنو الغايه حسب رايكم من مهرجان شوكاتسكو في اليابان شوكاتسكو مش حاجه مانيش تري جويوز شوكاتسكو مهرجان تاع موتا للموتى وي لا هو الارواح شنو نعتبرها صحيح الاستعداد للموت اللطف يا رب اللطف تعني باليابانيه الاستعداد للنهايه بسم الله شر برا وبعيد
شو اسم الفيلم الفرنسي عفوا؟ عندك اكثر تفاصيل؟ لا والله لا. الشغل اللي عندنا اللي احنا تلمو خافوا من الموت اللي شي مو هذيك طبيعة الانسان معناه. لا لا احنا خاف من الموت مبالغ فيه. لا سامحني سميتيش قلت وقلت يستعدوا. احنا المسلمين الحقيقة ديما مستعدين لانهم ديما يصلي ديما يعملوا في برشا حاجات استعداد للملاقات. سامحني غازي صحيح كلامك على الاخر هذا استعداد حق ربي زعما باش واحد يمشي للبعد قد عمل اللي عليه. اما احنا نحكيه على نفسيه شي يحس الانسان وهو يستنى في الموت ولا يعني احنا مانيش حاضرين هذاك. كي تجي تحكي على الموت لطف بعد كاينه حاجه صعيبه نكون نمشي نموت ما نحكيوش على الموت. احنا انا عشت الاكسبيريونس مع السيده الوالده يرحمها تم دارك على عقليه في صحتها الكامله نهار من نهار هي او هي من قبل الساعه تمشي الغيار وتروح تقول لي حاجه فلانيه ما عجبتنيش تمشيش تعمل هكاك حاجه فلانيه عجبتني برشا اعمل لي هكاك ساعه ساعه تعمل لي ساعه واحد تقول لي اي يجيني كي تصير حاجه شو تعمل كيف تعمل يا بنتي اختانا تقول لي ليه قول لي انت وحدك ونخاف عليك نهار من نهارات وصلت انا نهار كنا قاعدين لبس انا قالت لي برا مش يزيد مد زمان اللي مش تخبيه قلت له ايه قالت لي مد زمان هيا اكتب لنص تاع الداي نتاعي في جريده كيفاه قالت لي اكتب اللي مش تحطه في الجريده كتبته قالت لي سبق لا العائله اللقب الفني قبل هذوك من سابنا قبل هذوك حاسين نظمت امورها معك نهار اللي توفيت لقيت الامور كلها حاضره ما تقلقت رغم اللي في ثقافه هي رغم اللي انا في سيونيك ورغم علاقتي بها معناها كل شيء لقيت اموري حاضره معناها حتى كي قالوا لي اي لانوف الله ليه اي ما عبستار هي ثقافه لانوف كيما هي كيما هي عملتها بوغ دي دراماتيزي شويه الموضوع عندنا ميس سامباتيكا اي لقيتها شخت بها خاطر فرهدت راني خاطر هي حبت هكا علاش كنت وفيت في العائله دونك شباب اللي في العائله الكل اولاد وبنات الكل وقفوا عملوا اللازم الكل وحاسيلوا لهوه هايله عاد سلفت هذه اللي توفيت تغز تقول يا لله على فلانه صحه الناس الكل وقفت لها وعملت لها كل يا اخي واحد قال لها انت موت برك ما يكون كانك هكا الكل نفذوا بيك فما مثل من حديث يقول لك اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك كانك تموت غدا استعدوا من مواليد هذا اليوم بهو فيه الأسئلة السريعة نمشيو لهم في ساعتنا الثانية من مواليد هذا اليوم 2 جوان سنة 1928 فنان تونسي توفي في مثل هذا اليوم دونك في نفس النهار من مواليد سمحني هذا اليوم توفي في 10 جانفي من سنة 2008 ولد في مدينة تونس وتابع دراسته في المعهد العالي للفنون الجميلة بين سنتي 44-49 قبل التحاق بباريس ساهم اثر عودته الى تونس في انشاء مدرسه تونس احنا كل ما نسال على واحد من الفنانين صلاح المهدي لا لين مدرسه تونس كل تونس مكي صحبه عمار فرحات يحيى التركي جلال بن عبد الله علي بلاغه هو اللي قادها منذ عام 68 انشا سنه 73 بمدينه تونس معرض الفنون الخاص به ساهم في العديد من المعارض الفنية في تونس وفي العالم فضلا على العديد من الجداريات والمنحوتات والزرابي الفنية والطوابع البريدية علي شو اسمه تي شو اسمه ليه قام الارتيزانا الاتوليه نتاعو يعمل الحاجات العربي علي بلاغة لا قام بتدريس الرسم والتلوين والخزف ببعض الفنون الجميلة بين 59 و 83 1990 تحصل على الجائزة التقديرية في ميدان الفنون التشكيلية تحصل سنة 1999 على الصنف الأكبر من وسام الاستحقاق الوطني في القطاع الثقافي إن شاء الله كيما نراو عندك هاتشيك وفي سنة 2000 تحصل على جائزة رئيس الجمهورية للخلق والإبداع سيسهيلي ولا حاجة هكا توفي 10 جانفي بمدينة تونس عن سن 79 سنة ودفن في اليوم التالي بمقبرة سيدي بوسعيد عنده نوعية معينة من الرسومات هما ذوما الناس كانوا متميزين الفنان عبد العزيز جورجي جورجي كيفاش ما قلناش ان غران بانتر كيفاش ما قلناش اسمه معناته ان غران بانتر اي وي عنده غالغي نتاعو سما اي على اسمه جورجي معناه يلا إنس هذه انفو ترافيك من 5 ل 7 تاع العشية مع سامي بن نور رجعنا في راسين كاري ستة غير درجين مرحبا بكم مين ما كنتم مستمعينا السؤال علاش الأرجنتين في افتتاح كأس العالم 1958 ضد ألمانيا الغربية لعبوا باللون الأصفر واللي هي أول مرة وآخر مرة صارت في تاريخ منتخب الأرجنتين وتاريخ كأس العالم
الارجنتين اللي ربحت ايطاليا البارح. اي الارجنتين البارح ما يلعبوش بالاسهم في العاده ازرق وابيض. انا فاتح وابيض يعني نعتبره من احسن لتوني وازينهم في العالم معناها بارمي لا كولور محلاها يا سيغ مش خاطر الخصم الوان وكيفهم ولا حاجه نهارتها لا الماني بالابيض تلبس ما يلبسوش بالابيض لا ينجم يكون لو مايو قديم تاعها كان بمناسبه معينه ولا دونك في التيران كيف كيف انا نحس فيه الاجابه نتاعك صحيحه الحمد لله يا ربي مسجل سريع يا ربي مسجل سريع لا هو هو كل كيف في العالم عندها دو ولا تروا توني الوان باش كي تبدا ليكيب الاخرى قريبت لها تبدل التوني نتاعها فهمت هذا تكون حاجه خاصه في المانيا بوتيت لا ما اسفل على خاطر الزوز عندهم نفس لون القميص اصفر المانيا كانت سلفوا قميص المنتخب السويدي كان المباراه هذيك اكهو دونك سلفوا اي سلفت الارجنتين هي السويد على لون الدرابو بتاعها اصفر وازرق تلعب بالاصفر مالا الارجنتين كانت تلبس بالابيض لانه المانيا بلانش صافي جيماجين دونك ضرب منتخب الارجنتين موعد مع الجزيره المانيا الغربيه في افتتاحيه كاس العالم 58 تفضل تو هما تبارك الله يعني فلوس وكوره ودنيا اورجانيزاسيون ويكيب وكل ما ينجموش في الديتاي هذا ينسقوا بين يحكي عن 58 انا باش نوضح لك عام 58 اما اسمع سامي هو الابيض والابيض والبلو نتاع معناها ما كانش ابيض وبلوسيال لا كان ما ياسر قريب. حتى كي تبيض بلوسيال مع الابيض راه يجي قريب ياسر بعض راه قبل شكلها حسيتها تفسير الامور كانها مسرحيه مصريه من عمارة قالوا انت ايش تلبس وانا ايش نلبس خلي من اخر جوج كيف لكن قبل انطلاق المباراه خرج الحكم الانجليزي ريجينالد ليف بمعاينة الملعب والفريقين ديما الحكم يشوف لكن الحكم الانجليزي ارقانه قميص منتخب المانيا الغربيه الابيض هو سبب معناها في المشكله في الرؤيه مع قميص منتخب الارجنتين التقليدي اللي هو الابيض والبلوسيال المشهد هذا خلى الحكم الانجليزي ياخذ قرار بضروره الاحتكام لقرعه شكون يغير القميص نتاعو وخاصه انه الزوز يلعبوا شورت ويت كحل و دي شوسيت كحل هو الارجنتين ولا شورت ابيض تو اي تو شورت ابيض ولا شوسيت زاد كيف كيف توزر من اثنين من كيف, كيف كيف قام الحكم ليف باستدعاء قائدي منتخب الارجنتين والمانيا الغربيه لاجراء القرعه وتقرر انه يستبدل لاعبي الارجنتين القمصان نتاعهم وارتداء الزي البديل اي قل لي شاكره في الاجابه شنو هو الحاجه اللي ظهرت لك رد على سؤالك لا هي اخر لا اخر وقت حط لها موان 5 عندي حديد جانبي مع هذا هذه تصير في الفرق زاد الفقيره تعش يعملوا يلبسوا دي دوسار فوق المريولة ذاك اي ما عادش لا نحكي انا راهو في الكاتريام في الفقيره شويه فهمت ولا في الاكل العشيه كي تلعبوا هنا ظاهر الحكايه باعتبار انه في اخر لحظه مش يدخلوا يلعبوا الحكم قرر وقتها اما اليوم قانونا لازمك تجيب معاك دوزيام تونو اي بيان سور دونك وحتى للغارديان ساعات الغارديان لونه لازم يكون مميز ساعات يبدا مثلا لو غارديان لي دو غارديان لابسين نفس الشيء لازم واحد توا نفهم علاش ياخذوا برشا فلوس الكوارجي خاطر لازم اوموان دو تونو لا سنه الكوارجي يجي ما جايب شيء في يده لا عنده كان صبات الكره هذاك نتاعو لانه سقيل لا صبات الكره مهم برشا لانه اذا كانت نحيلو صباته راه ما ينجمش يلعب ما ينجمش الى ان سافوار فيغ وي اكيد بورتون انا في الزيتونه نذكر كان فما شكون يلعب حفيان في التيران خاطر ما عندوش لي مايان باش يشري سبيدري باتشويت اوفيسيال يلعبوا معنا وناس حفايه المنتخب الارجنتيني حضر للمشاركه في كاس العالم 58 بالزي الاساسي فقط جاب تونيو واحده ولحل تلك الازمه قام احد قيادات فريق اي اف كي مالمو السويدي اللي هو فريق مش فريق وطني دونك كان حاضر في مدرجات الملعب بعرض امكانيه استعاره منتخب الارجنتين بالقميص نتاعو هذا ما وافق عليه المنتخب الارجنتيني كان بمثابه المره الاولى والاخيره في تاريخ منتخب الارجنتين اللي يظهر فيها بقمصان تحمل اللون الاصفر. توا الميلوات تخبط وتونيو باش يمشي للبلاصه ديجا يبدا يعرف الاكيب الاخرى شنو لابسه. طبعا بيان سور. فوالا. ان توكا اليوم فما
فن كبير. انه نذكر انه فما دي غران كرياتور عملوا مثلا لي مايو تاع ايطاليا ولا تاع فرنسا ولا تاع المانيا ابار الكوستيم اللي هما الزي الرسمي اللي يمشيو بيه واللي بصراحه ديما تلين يتفوقوا لانه برشا وعندهم لي بلو موديل اون بلوس برك الله كان ما يلبسوش شوف ملاله حتى لي جور تاع العالم الكل راه حاجه كبيره. ليه مش نحكي على ليه لا كوب والواحد نحكي على لبسه كي يبدا ديزاينر باش يلبس كورجيه في البلاد هذيك واو كان شانس على خاطر باش احسن بدنات باش يلبسهم ايغو باس كورجيه كل بدنات مكيكه ما فهميش اي في اي بلاد مش نحكي على ايطاليا نابورتو اللي ماشيين الكاس العالم مول مشيو فار طياره يبداو هابطين باليونيفورم هذاك ايغو باس مثلا عمل مرات المانيا فيرساج عمل الفريق الايطالي جوتشي عمل سامحني سامي راهو معناها راهو هما يلبسوا في ماركات اللي الماركات هذيك تعطي فيهم في برشا فلوس معناها فما ماركات مانيش نسميهم اي طبعا اي بس معناها كل توكي تلقى فرنسا وتلقى ايطاليا كلهم لابسين ماركات كبيره فيها برشا الماركه هي اللي تعمل لهم الموديل وهي تعطيهم الموديلات ويقبضوا فلوس على الماركه هذيك اللي تبيع دي مليون دو 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 دورو. انت تعرف انه مثلا كريستيانو رونالدو هو اكثر اتليت سوليسيتي في الحكايه ذي تعرف انه عنده ماركه نتاع شامبوان معينه وماركه نتاع غازوار معينه وماركه نتاع ديودورون معينه. انا يعني انا زيد نحب نقول لك ريت واحد من الوتله نتاعو في مدريد حاجه ضخمه برشا برشا انا ما نعرفش رونالدو ما نعرف رونالدينيو عنده جيت توريستيك معين عنده جيت توريستيك على صديق نحكي عليك قلت لك عنده جيت توريستيك معين ما يبدلوش جيت توريستيك برايفت برايفت. على ذكر المحاكمة الشهيرة شو اسمه الممثل جوني ديب ربح القضية نتاعو. لا والأهم هذا لوكوم تاع الماركتينغ سي كوا انه هو يعمل في بيبليسيتي تاع بارفان معينة لدار أزياء كبيرة. الدار الأزياء في انطلاقة المحاكمة حتى الفترة ذي وليت تبيع في العالم دبوزة بارفان كل 3 ثواني سويت للفيزيبيليتي نتاع جوني ديب ما عنده حتى علاقه بالسبوت ولو انه يعمل سبوت نتاع البارفان هذيك ولكن شوف شنو معناها يعني الفيزيبيليتي حاجه اليوم كبيره ياسر. يلا الميتيو مع ايناس باش تسب زوز من الناس تلقى فيزيبيليتي تلعب مالوغوزمون. الميتيو مع ايناس بعد شويه الاخبار سبور واخبار رياضه عفوا ونرجعوا احنا في ساعتنا الثانيه.